مرحبا واضح. خبرنا شو أحلى ذكرى احتفظت فيها من الطفولة؟ أحلى ذكرى احتفظت فيها هي لما كنت عايش بمدينة مدينة الميناء اللي هي امتداد لطرابلس بالبحر، وهي المدينة كانت مدينة كتير حلوة، أشجار ليمون متلينة على ضفافها والبحر والجزر. أنا كنت كتير أحب الشراع وحب الغطس، وكانت أحلى فترة بحياتي. شو أكبر عمل جنوني قمت فيه بحياتك؟ هيك شي مجنون. هيدي قدام أيام الشباب يعني. طلعت بالشراع من ميناء طرابلس لوصلت على شكة، كان معي خي صغير الله يرحمه توفى من سنتين، نقطع الهوا فينا، قمت حطيت المقاديف وراجع على المقاديف، والأهل عم يفتشوا علي بالبحر. بي كان مدير وكالة بحرية، بعت لنشات تفتش علي بالليل، لأنه طلعت الساعة 3 من شكة، وصلت الساعة 8 على الميناء عفرت صاحبي، وخيي الصغير كان خايف، قلت له بردان شي؟ قال لا. عطشان شي؟ قال لا. جيعان شي؟ قال لا. في فواكه معي؟ قلت له بردان؟ قال ايه. قمت فكيت شقفي من الشراع وغطيته فيها ومش الحال، وهذا يعني وصلت على الميناء كانوا هني عم يستقبلوني. هي كانت خطره بالنسبه لهم، بس انا بالنسبه لي كانت مزحه. شو اسعد يوم بحياتك؟ أيام السعيدة بحياتي كانت بلبنان خاصة، ما كانت كتار، ما كانوا كتار. هي أسعد أيام هي لما إجاني أولاد، كان من أسعد أيام حياتي. باقي ما تبقى عشنا ثورة 57 58 و63 و68 69 و73 و75 وهلما جرى بعدها يعني سرقوا البلد مرتين، أول مرة بالتسعينات وآخر مرة بال 2019 آخرها يعني، وما عملنا مواطنين، عملنا رعايا. وهي شغلة مؤسفة للبنانيين، لأنه ممكن يخسروا بلدهم. الأفضل يكونوا مواطنين مش رعايا طوائف.